توافد مجتمعاتنا ودولنا اليوم ظاهرة الفساد كظاهرة مركبة ومعقدة. لذا فإن مقاومة الفساد تستوجب خطة استراتيجية ناجعة ومتكاملة تقوم على مبادئ الشغبية وقادرة على مقاومة التأقلم الزئبقي للفاسدين والمنتفعين منهم. مجلس المعارض الأستاذ عمرو المهدي لشراكته العضو المؤسس والرئيس السابق للمنظمة العربية للمحاكاة نواب الشعب الأستاذ محمد النصر. بسم الله الذي يتعلق ببعث هيئة الحرب الرشيد ومكافحة الفساد على أعمال المؤسسات الدائمة وهي الدولة هيئة العامة والمحاكاة التونسية لوقوف هداف ساهمت وتساهم ولا تزال في تدعيم قيم النزاهة والشفافية. أن ندعم الإرادة السياسية للدولة التونسية بالتعاون في مجال كشف وإحالة العائدات الإجرامية. لم تقوم بها الحكومة أو الدولة السياسيين. رأي وطني رغم التحديات الكبيرة ونضجت. لقد كانت الاتفاقية تعمل الضحايا كسد في مواجهة الفساد المستشري لأجل تصويب عملية متراكمة من الممارسات الفاسدة مما سيرتد إيجابا في نهاية المطاف على التنمية البشرية والاجتماعية والنهوض بحقوق الإنسان والاستقرار السياسي. أنه شرط أساسي لترسيخ المنافسة العادلة وخلق الشعوب. إن وطننا أيها الإخوة احنا توا في الوقت الحاضر في مجلس نواب الشعب منكبين على مبادرة تشريعية ومشروع قانون لحماية المبلغين وسنواصل مهما كان صفة كل في ميدان التشريع وفي ميادين الأخرى. العمل مقاومة الفساد يتطلب طبعا تشريع مناسب، يتطلب مساهمة من طرف القضاء، يطلب مساهمة من طرف المحاماة، يطلب مساهمة من طرف المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل المجتمع يلزم يقوم ضد الآفة هذه، لأنه قاعد فهمتني شيء ينخر في المجتمع ويأثر يعني سلبيا على الوضع في تونس وفي غير تونس. اجتمعت اليوم مجموعة من المحامين والمحاميات ممثلي مختلف الأقطار العربية واللي هم أعضاء في المنظمة العربية المحامين الشباب. اجتمعوا اليوم بدعوة كريمة من مجلس نواب الشعب، من الهيئة الوطنية للمحامين، ومن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. موضوعنا هو يعني إجراء مقارنة للتشريعات العربية في مجال مكافحة الفساد حتى نستفيد من بعضنا البعض. نقولها للمرة المليون، مكافحة الفساد تتطلب مكافحة منظومة الفساد، وأهم محاور وأعمدة منظومة الفساد هي بعض القوانين وبعض التشريع اللي تبيح للفاسدين أن يفسدوا وأن يفلتوا من العقاب. ALATURKA.online.com The first Turkish newspaper in the US. ALATURKA.